استنكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعوى إيران أمام محكمة العدل الدولية لرفع عقوبات واشنطن عن طهران، واعتبر بومبيو الدعوى سوء استغلال للمحكمة ومحاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات قانونية لاعتبارات الأمن القومي الأمريكية، متعهدا بالتصدي لها، كما أضاف أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها للتصدي للأنشطة الإيرانية التي تهدد الاستقرار والسلام العالمي ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي طريقة.